هي دي قيمة النادي الأهلي وعظماؤه لما أنشأوه أرادوه هكذا. كل واحد بيحب النادي الأهلي في مثل هذا اليوم يترحم على العظيم عمر لطفي صاحب فكرة نشأة النادي الأهلي. مين عمر بيك لطفي؟ حكايته وقصته نشوف هذا التقرير الصوتي اللي بيسرد الكثير من المعلومات عن صاحب الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى في نشأة جميلة في مصر اسمها النادي الأهلي. حلق علي بحرية يا نسر نادي الوطني، كذا تهتف جماهير الأهلي باسم ناديها العظيم الذي كانت بدايته مجرد فكرة جاء بها عمر لطفي بيك رئيس نادي طلبة المدارس العليا، وهو عبارة عن نادي وطني تم تأسيسه عام 1905 بغرض توحيد المثقفين من شباب مصر المقاوم للاحتلال البريطاني. وبالفعل تحمس الجميع للفكرة وتم الاتفاق على تأسيس النادي والاجتماع لمناقشة أولى خطوات الإنشاء، وبعدها تنازل عمر لطفي بيك عن شرف المنصب التاريخي لرئيس النادي الأهلي الأول لصالح الإنجليزي ميتشيل أنس الذي كان مستشارا بوزارة المالية آنذاك، وذلك لتيسير عملية الدعم المالي للنادي. ولد عمر لطفي بيك عام 1867 في مدينة الإسكندرية، وتتلمذ في مدرسة الجمعية الخيرية التي أسسها عبد الله النديم وحفظ بها القرآن الكريم، ثم انتقل إلى القاهرة وعاش في بولاق والتحق بمدرسة الفورير الفرنسية، ثم التحق عمر بيك بمدرسة الحقوق وتخرج فيها عام 1886 وعمل في قلم قضايا الحكومة، ثم في مكتب سعد زغلول للمحاماة، ثم قاضيا بمحكمة قنا، وفضل الاستمرار في مجال التعليم إلى أن أصبح وكيلا لمدرسة الحقوق وعمره 38 عاما. ثم ترك مدرسة الحقوق وافتتح مكتبا للمحاماة وظل يعمل محاميا قبل نوفمبر عام 1911. ويعد عمر لطفي أحد رواد الحركة التعاونية على المستوى العالمي، وأطلق عليه أبو التعاون في مصر، فعندما رأى اشتداد الأزمة المالية عام 1907 وما كان يتكبده الفلاح من ظلم المرابين والمضاربين أخذ يبحث عن طوق نجاة من هذه الأزمات. وبعد دراسته في إيطاليا عام 1908 للتعاون الزراعي، رأى أن تقتدي الحكومة المصرية بما فعلته ألمانيا وإيطاليا بإنشاء نقابات زراعية في كل بلدة تساعد الفلاحين بدلا من المرابين والمضاربين، فلم توافق الحكومة آنذاك، فلجأ بعدها إلى إنشاء النقابات الزراعية للإقراض والتسويق التعاوني للحاصلات. وبدأ مصطفى كامل وجمع من أصدقائه التفكير في إنشاء نادي المدارس العليا في أكتوبر عام 1905، وبعد جمع رأس المال اللازم لبناء النادي اجتمعت أول جمعية تأسيسية لنادي طلبة المدارس العليا يوم الجمعة 8 ديسمبر عام 1905 بأحد قاعات مدرسة الطب لانتخاب مجلس إدارة النادي، والتي أسفرت عملية الانتخاب عن اختيار عمر لطفي بيك رئيسا للنادي الأهلي، فعدد أعضاؤه خلال 3 سنوات قبل أن يصبح نادي الطلبة والعقل الوطني الذي تجمع حوله أبطال الحركة الوطنية، ومنه كانت تخرج المظاهرات ضد الإنجليز عند أي حادث وطني، ومنه ظهرت فكرة إنشاء النادي الأهلي للرياضة البدنية.